الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. عن عمر رضي الله عنه أنه بعث الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين. ودرس بدين الله أن أكبر من علمي حديث كنبينا عليه الصلاة والسلام قرهان كتاب فيها التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وأنا درس بسديد في سديتنات وحن صدر من مركة قبل قبلي في كتاب الجهاد والصيح. عن عمر حجي وحال غوري رضي الله عنه عمر حجي إلى هيها كراض النغذير أنه عمر بعث عمر وكو ديري الناس ضدك أيو ديري في أثناء الأمصار مغالوينك جهوينك أيو ضدك أيو ديري يقاتلون حال أي دقالما يا ناسك المشركين قال ذي أي لدقالما يا فأسلم الهرمزان هرمزان إنك ليلة رسول الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دكي بوطيري دكي وحالوجي إذا عيدما المسلمين مغالوينك جهوينك وكلا ديري الأمصار وجمع مصر مصر جنا وحال إرادة المدينة العظيمة مغالدة وين أليرا أثناءنا وحالو جيرا النباحي مركا مغالوينك وين نباحي يدو جهوينك وضحكي وضغط وضغط مقالوين كان مكة وحالو جيدا بلاد الكفار بالو جيدا قارهان ولي الرير فرص بلاد دوري أيو عيدا ما أدري سي أي مكة عيدا ما دا أولاد دا عالمان مشتين قالا دا سي أي أولاد دا عالمان مكة عيدا ما دو قارين مقالا دا ليرا وقادسية وحاكهري ميد عيدا آد أترى بضان وأوصار ديري يزدجل دا نكي لديه جد سيئي عيدا كمسلمين تا يولد دا علمان بوصار ديري مسلمين تي عيدا ك وحاد احدى عيدا قال وين واصد وكالي انهر الله عرق مسلمين تانا دا قال ك وحاي موشيين جيسان ما حدافه ايه موشيين ugu dambeyntii ciidamadii fursu waa la jabiyay dad aad u tiro badanna waa laga laayay waxay soo gaareen muslimiinta magaalada boqorkooda uu degnaa ee la dhigi jiray madaa'in bay soo gaareen urmuzan wuxuu ka mid ahaa dadkii cararay buu ka mid ahaa ee jabay kadib أقبى لجليي أسيقي إيو عيداً كيسي وإسسور ديوي لكن هو حويري عمر إن لي جينا يا من حوينها مسلمين تأينا دي جيني إسان بان إسكسور ديوي يا بوي وعلاقا أقبى لي مركا عمر بالله كيني مركي عمر الله كيني نهو المزان وصو إسلاما فكمد أها هقامي يا شعيدة ماذا فرص فكمد أها هرمزان منك لغم العالم هرمزان مركا ما داما من هجامي عيدا او اها وصو اسلامي من خبير بو اها خبرت بضم بو اولها هجامي انتا دقالة هي خاصة بلاد الفرس من وقوم بو اولها ساس دراد دا عمر وكم ديا ليدتك اسيقا اولا شورينا اولا تشانا اي وكم ديا فقال عمر ويري اني انيا مستشيرك وان قلت شنايا في مغازية ميلها ان كدولا يا هذه تنع مغازية وان قال شورين يا مغالوين كان ان كدولا يا اصبحان يا
Azerbaijan iyo Faris iyo nidaamka aan u kala hormarinayo bilaada arintaas aan rabaa inaan kala shuurayo qala hu muzaahu qoyira naam marhaba waan kula talinayaa wixii tala wuxuu yiri masaduha arlaba arlaba loo celinayaa damiirka arlaba masalkeed arlaba aad rabto inaad weerarto iyo wa masalu man masal fi man ko fiha arlaba dhixdi ahaaday min annaas haal wa haade man ka naas to min aduwil muslimiina ka ahaaday masalu dhaa'irin wa yashindir masal fi wa dhaa'irka soo lahu leh dhaa'irka ra'sun madax leh ولهو له طائر كجناحان لبقربور ولهو له طائر كرجلان لبلغوت أرلبا أمرتو إنا دويرتو يوددك أرلبا قصوغا عدو المسلمين تا وحي لم يديهين شمبر ومضح له ولبقرب له لبلغوتنا له عدو قصاصو كلاوه kolka shimbirkaas fa in kusira ahadul jaraahayn labada garab midkood hadii la jabiyo nahadati rijlan labada lugood baa hanqanayaan oo kacayaan bijanaahin garab bay la hanqanayaan war ra's wa nahad ar-ra's madhana wa hanqanayaan hadii shimbirka labada garab leh labada garbood mid kamid ah hadii laga jabiyo waxa dhaqaaqayaan lugahi iyo madax garabka kala ayaga la dhaqaaqayaan fa in kusira al janaahu garabki hadii la jabiyo janaahu al aakharu ay kalane nahadat al rijlan labada lugood baa hanqanayaan iyo warasu madaxana waa hanqanayaan garabka kale hadii shimbirka laga jabiyana waxa u haray labada lugood iyo madax kuwaas dhaqaaqayaan وإن شدخ الرأس مضح هذه الدخرة ذهبت الرجلان لبضى لك ويتقايا والجناحان لبضى قربوضنا ويتقايا والرأس مضح هو ويتقايا ما يشغف عن ومضح إن لك التوت معايا لأن مضح هذه لك جميع وحويان لوهنا ويكوديين قربهنا ويكوديين رأسنا ويكوديين marka fa ila fata ar-ra's fata al-kull wa madaha hadu talo la waayo dhamaan way tageen oo waa la waayo horta cadawga saaso kala waayo shimbir caynka soo la mid yahay hadu kala sheeg sheegayaa ma fa ar-ra's madaha kisra kisra waayo wal janaah garab kana qaysar qaysar waayo wal janaah garab janaah al-aakhar ay kalana faris faris waayo madaxa wa kisra kisra baa ugu weynaa cadawga janaahana waa qaysar janaaha kalena waa faris lugaha ma uusan sheegayna hadda qaysar lugtiisa waa faranji kisra lugtiisana waa hindiga saasay idan marka meesha ugu muhiimsan inaad weerarka ku qaado waxa weeyaan kisra adama oo madax yahay hadaad madax toogato wixii kala sidaas aad ku toogatay talaac jib buu markaa Umar siinayaa Hormuzaa famuril muslimiina muslimiinta amar falyanfiru wa habahan muslimiinta ila kisra kisra u baxaan meelaha kale ayaa waqti la isaga dumin kisra ay gacanta lagu dhigo wixii kala sidaas ay gacanta ugu jiraa xoogga ugu weyn marka kisra la saaro فندب عمر وعمر وعي رضي الله عنه جماعة أيوة وعي جماعة من الناس ذاتك كمنها واستعمل عمر عليهم جماعة وحو مضح وقال لي أن نعمان 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 كو ابن مقرن نعمان ابن مقرن هو جماعة مضح وقال لي جماعة سو عمر دلي مركا كسرى حقيب أو دلي أصيغو الراعي إشارة هرمزان أصيغو الراعي Hormuzan marka asiga magaalada Madiinada iska joogi jiray Umar mushaawaradii dadka ahalka u ah ayuu ahaan jiray ayuu kamid ahaan jiray
inkastoo berigii dambe ee Umar markii la dilay uu ka mid ahaa dadkii lagu tuumaysanayay Umar dilkiisa inay ka dambeeyeen. Abu Lu'lu' al-Majusi ninka la yiraahdo ee Furus ka soo jeeday waa Umar dilay dad waxaa jiray markaa inay arrinka ka dambeeyeen lagu tuumaysanayay. Hurmuzan dadkaana uu ka mid ahaa. Ubaydullah ibn Umar aanay berigii dambe dilay. Laakiin sida hadda tawjiihaadkiisa iyo irshaadaadkiisa markii la fiiriyo, nin mu'min oo khaalis ah inuu ahaa muuqanayso. Arrintaana marka arrin iska tuhma ayay ahaydo, arrin hadda xaqiiqo iyo caddeyn rasmi loo hayay ma aysan ahayn inuu asiga ka dambeeyay dilkii Umar. Xataa ilaa kaanu markay ahaadeen بأرض العدو عدو غير الذي سمك يحارين جماعة الله ديري عدو غير الذي سمك يقارين مقالة النهاون دليل هذي إلي مقالة أمرك يقارين خرج عليهم جماعة وحاكو صوبحي عامل كسرى كسرى قدوميه ساكو صوبحي في 40,000 أفرطن كن بونكو صوبحي أفرطن كن أو عيدا oo min ahli faris iyo kirmaan iyo min gairihi maa ayuu la soo baxay faqama tarjumaan mufassir fi aya istaagay tarjumaan li raado bi fathi awwali iyo wadhamihi in la garo tarjumaan labada tarjumaan aya istaagay mufassir mufassir fi hada al-ilahi faqala al-nayri aamil عاملو كسرا بدونيه كسرا ان هاوند جوغي با وحو ييري ترجمان كي بو لا هادلايا وحو ييري ليكلمني رجل ها الى هادلو رجل كو منكم اذن كايدن كاميدا مسلمين تو وجيدا نين اذن كايدن كاميدا مسلمين تا ها الى هادلو marka tarjumaan baa u dhaxayaa hadalka u kala fasiraa labada dhinac فقال المغيرة مغيرة وحيري سل سؤال عما شئت وحد دوني سل سؤال مغيرة بن الشعبة والصحابي الجليل عيدا كمدها إلى سعدي نعمان بن مقرن وحيري السؤال وحد أبوه دوني فقال عامل وحيري ما أنتم محات أهاتين إذنكم ما أنتم محات أهاتين إذنكم ياتهن إذنكم فقال مكا ساوق يري مغيرة نحن أنك أناس ضد أيانا أناس من العرب عرب تكمدا أنه عرب بانا كنا أنك وحان أهانجرني في شقاء لما تحدي شقاه شديد آدرا وبلاء بلا يحدي بان أهانجرني بلاه شديد آدرا نمص أنك وحن لوجي جرني الجلد مغارك إيوانوا لفتمر من الجوع باهي درادي بان لوجي جرني وأن البص وحن لبسن جرني الوبرا نغر تقيلا ومرك وحالي رابا نغر تقيلا إيو الشعر تنتن وان لبسن جرني شعر جنا وحالي رابا أريعتك إيو لغضا نغر تضالي رابا صوف كان ضعنك نغر تسالي رابا وحيالها صندر أهان أن أحران جرمي ونعبد الشجر قيد كنا وان عابودين والحجر نجحنا وان عابودين ساسا أهان جرمي أنك فبين بين أوقات نحن أنك وكذلك حالك كسغا إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين سماوات كأي أرضي لها ربي قوت ما وحلو صور ديري تعالى ذكره وجلد عدمته يسدي سوء أصر مرتي على نبي سنوي ويناتي إلينا أنك نبيا أيو مصادر ربك نبي قوم من أنفسنا نففي الله إني حقي كأهال وبني آدنا أو عربا أو أنك نغمدا نبي قوم نعرف أن قرنين وأباه نبي أبيه إيو وأمه نبي هو يدي أن قرنين نبي قابو إلهي مصادر فأمرنا نبينا وحونا أمري رسول ربنا أن نقاتلكم إنا إذن لا دقالنا إذنك إقالبا حتى تعبد الله إله إله كعبدان وحده إله كلب حاله يد أو تؤدوا أتكبتان الجزية عن شرط وأخبرنا نبينا وحونا شيخ صلى الله عليه وسلم
عن رسالة ربنا وحو نغشق أنه شأنيا من قتل قفك لدل منا حقين حال أكاها ذي منك صار منك إلى الجنة الجنة انتكاء وأهانا قفك لدل وأنك أنك مدهن إنه الجنة قال يونم جنوش في النعيم إنه أهانا يبرواق نعيمك لم يرى مثلها أيضك لأن لا أرى قد ظهر أن لا أرى ومن بقي قف في هرم منا حق إن حال أكاء هذي أن شهيد ملك من كاس لقابكم قوره نملكين يا إذنك إني أدوم صنع كي أدشان وأهل الجنة كي إذنك إذنك قول إستو إذنك قعنت إذنك لغنا وإذن أدوم صنع يا مغيرة فصاحدي السوء عجيب بيئه سيدو أهد لي ملك يلا في ريو معايا لي كلام كيسو ركوع دي أحواش عربات فيما يتعلق بدنياهم الدنيا ذو روحك تعلق من المضعوم والملبوس إي وبدينهم دينك ذو روحك تعلق من العبادة أحواش عربات مركي لي رياض أهلان إلينكو ويسكبر بحياي أحواش وحي أدونك ذو تعلق وحي عبادة ذو تعلق بياني وحاك الوادنا بياني لا دغالن كاي اعداء لا دغالمايا iyo waxa ay ka rabaan aadaada inuu tooxid yahay iyo aakhirada waxay ahaan doona aadaadooda la dagaalanka ay la dagaalamayaan haday ku dhintaan aakhirada inay janna ahaan doona haday aadaada ay iyaga ku guuleystaan ay aadaada gacanta ku dhigaan aadaada inay adoomo naqan doonaan waxa dadna siran weeyaan saaxadii say arinta ka tarjumays faqala nu'manu نعمان بن مقرن باوكو يريد هذا الكامرك أو نعمان كمحر من هذا الكهوري نعمان بن مقرن باوكو يريد مغيرة بن الشعب أصيبه الله الله نعمان باحوغا مدام أتليها عيدا كأوها دقالك أيو دب أدقي ومعلم تقيلن كيدا الدنبي أيو دقالك أدب أدقي مغيرة نمرك أرنكاس ها مغيرة مركا أرنكا صور نعمان كو إنكري نعمان مركا أرنتي بوكا جبابي فقال النعمان ونعمان وطريب ربما وحابا أشهدك الله إلهي إنه كو حاذريي مثلها وقعلا مطلك مع النبي صلى الله عليه وسلم نبي المعيس إنه إلهي كو حاذريي فلم يندمك إلهي كمشى الله جلينين كمشى الله جلينين ولم يخزك إلهي كمنه جلين شاء الله إلهي كمجلين كمنه جلين إلهي سبحانه وتعالى أو بمعنى إلهي وكون نعمي رسول الله محمد نعيس أياد دور صدان وكلاعات عادل طير ضيارك ككبش وأوهم مليان آية إلهي كمشى الله جلين كمنه جلين بل توفيق بو إله قوة فجيه سبحانه وتعالى ونبي الله محمد المعيس أيو إله قو حاضريي وقعدا نوكل إله قو حاضريي تامر كوايس كهم بليين ولكني أنا كمك صوبت مرك أودقال كأودي بليغي أيو كجبابا يا نعمان بن مقرن شهدت القتال دقال بان حاضري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سمعيان حاضري كان رسولك وحوها إذا لم يقاتل في أول النهار هدو صندق لمن انتظر نبي السبيت لقال تدبه وليت حتى تهب الأرواح دبيله إلى إكب الله وتحضر الصلوات صلاة هنا أي صحاضرة يعني بعد زوال الشمس ظهرك إنه قرأ وظهرك اللي تكتب مركا كدبه نبي قال تكريت saasan marka u dirdhigaya dagaalka mooyaha wax kala ma maalinta awalkeed xilliga qabowga uu jiro hadii aan dagaalka la galin dagaalka nabiga dib u dhigay jiray ila zabaalka uu ka soo xasilo oo dhurkii la gubto oo la duceysto marka ka dib uu dagaalka nabiga galay sida xadiithka abdullah ibn abi awfana aan ku soo marnay tayib marka dagaalka xilliga soo kale in laga dhigo arintana marka inay mustahab tahay
أيوه حديثك في الماما يا رب. وعن أبي حميد الأساعدي رضي الله عنه قال أبو حميد الحوية غزونا واندو لي مع النبي صلى الله عليه وسلم نبقى معي ستبوك تبوك أيان أدو لي وأهدى ملك إيلة إيلة مقالة ليلة بقر كيف للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة أي أسوهدي بغشر بيضاء إعاد مقالة إيلة ليلة يلود هذا إيلة إيكم عامان بقر كيف نبي عليه الصلاة والسلام يوحنا ابن ربا لديه جري بقر كيف بغل عدب نبي أسوهدي عليه الصلاة والسلام وبغش بغش عبد الله جل جلدل وكسا ملك إيلا هو الرسول كبردا أيوم رشيد وكتب الرسول له ملك وأقري ببحرهم يعني ببلدهم وبلد كرو أقري إن المجال ذي أي جوعا وإن بالجري كجوعا أن لا سوي رين أو أيامنا أي جزيرة إسكندرية عن شرطة إسكندرية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقرأي طيب وعن عبد الله وحال قوري عبد الله الصعيد بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وقيل من قتل غفكي ديله معاهدا قال للب لمي لم يره بفتح الراء وكسرها لبضب ويبناته لم يره لم يره ما أرينا يا رائحة الجنة جنة الرائحة اليوم بفتح التحتية والراء يأذى لكر إلى رأذن لكر إلى يرح ليلة وحكي ضم أوله أول كإن لقى رؤية وكسر ثانين وعلى الشيء يرح ليلة وحكى على الشيء فتح أوله وكسر ثانيه يرح رائحة الجنة جنة الرائحة إذا ما عرفنا وإن ريحها جنة عرفت إذنه توجد والهلا يا من مصيرة 40 عاما بالهلا أفرطن صنو مكان صعد في حقي بالهلا يا ابو كل قال كمعاهد كدلك سوما بان قال رسول الله بك المسلمين تلو فيريو أفرق كيف سمايا معنوه ما أهن قال والله دي الله أركا هل الدلو قال واي معنوه صاص ما مدو حويان وقال حربية كافر حربية ومسلمين تا لدى قالصن كاو حويا وحفر ماها مالها مسلمين تا سيقا دقال با كان حي حرب باليرا من نو حويا ذمي باليرا دايو وكافر ذمي ودي لي انو صا اسلام لكن هو اقول علي انو الجزي بحي عنصور انو حكم كمسلمين تا انو اوه قانصمو مامور كمسلمين تأينوا وسيمالوا عن شور المسلمين تأينوا سيعلوا أقبل كان الذنب باليرا لا مبنى ناسقنا إن لقع النار من نوع حويان مستأمن ولا أمان جليه مسلمين تنحضوا ذا لو أمان جليه قف مسلمين تكمل كفيل كا أما الدولة دي بابا السيسيبا بالضاقة أما شرع الأوضة تكجوه كاسو كلا أسقنا مستأمن باليرا أصيغنا لما أقول إن وقع النار كان حقنا ومعاهد معاهد وقال دولة وأصيغة كسو جيدو إيو الدولة مسلمين تاوحاكا لحيو الشيس حبت جوجين باكا الشيس نبضيت با أصيغة إيو دولة دي سي إيو دولة إسلام كاكا لحيو يعني الشيس كي جدنا دا أها كي قريش ونبي قال لقادنا يوكا لمدو طبن صنو الشيس حبت جوجين آئين لصن إيو مسلمين في الله في ما كسرن قال لنا أبو بيليه وحام مصلحة حلا أركي جهات كإن لك جوجيو وقال لنا هالشيء سلقت وهالشيء حب الجوجينا هالشيء كصومر كحددا ومدة حددا إسكلا طبعا صنع أبو بدن هذه مدة أيضا ما تنا هذه الله بعد والله عسقونينا يا قال كنوعس الدولة دي الدولة دا مسلمين تهالشيء كنوعس أول الصعيدين المعاهد بالينا نبقى عليه الصلاة والسلام مركا أولي هاي غفكي معاهد دلو وابلن كبحي جنة الرائحة إذا ما عرفنا جنة للي هاي رائحة إذا ما عرفنا وقول رائحة إذا وحالك هلا يا أفرطن صنم الله سبحانه يا لغي هلا
ayadoo raaxadeeda 40 sano meel loo socdo laga helaayo oo sida u awood badan tahay jannada raaxadeeda haddana mucaahadka ka dilay jannada raaxadeeda ma arkinayo nabiga leey cali sallallahu alayhi wasallam yaani marka in asiga iyo janna ay kala fog yihiin weeya balanburinta ceenka qofka sameeyay wa an abi hurayra radiyallahu anhu qala abu hurayra wuxuu lama futihat khaybaru khaybara markii la furtay uhdiyan lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa halu suhadi shatun ba lo suhadi ri shatalo fiha shatada dhixdeeda ay ahaato sumun sum khaybara wa meshi yahuuda ay digneedo haysatay markii la furtay sanadka 9aad ee hijrada nabiga sanadka 7aad aan ilaahay afwan awalki nabiga alayhi salatu wa salaam wa halu suhadi shato oo la soo sumeeyay زينب بنت الحارث اليهودية ناكتي لديه جري باشا تدا صوص ومرسل ولما تقوك أيو نبقى آد أرجع لابا الله شيغي تقوك بإمارك آد أصوص ومرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي روحي شاتد إمارك هدير لك يعني هلبيه ونبقى تقوك قبطي والله وحي وذي نبقى عليه الصلاة والسلام إني مسمومتها هاي ama ayadiyaba hadashay ba oo tagooga naftarkiisa hadlay inuu masmuum yahay marhaba markaas uu nabiga eeclaamiyay saxaabada inay ka joogan ilbaha ay sanunin hal saxaabi oo bishr ibn al-baraa leeyahay bay xogaa hal luqmo ku tagtay saxaabigaasa markaa luqmadaas uu dhintay ba leeyahay marka nabiga kaleey salaatu wasalaam arinta markay dhacday buu yahuudi la hadlaaya faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu yiri اجمعوا كلمية إلي أنيغا من إي كلمية من كو كان أهدي من كهنا هل كان أهدي من يهود حالو كأهدي من كس يهود هل كان قصو غن خيبرا اللي جمعي فجمعوا يهود بالا جمعي له نبيغا الله جمعي فقال النبيغا وحيري إني أنيغا سائلكم وان إذن سؤالا يا عن شيء شيء حقيبا إذن كسؤالا يا هداد يهود تهين فهل انتم اذن كمتهن صادقيه كور رشيغا يا عنو شيغا حقي ايغا رشيغا يا انت ما ايغا رشيغا انسان شيغا فقالوا يهود وحي الى نعم ها وان كاغا رشيغا فقال لهم يهود ان النبي صلى الله عليه وسلم وكو يري من ابوكم ابيني يا و قالوا وحي الى فلان وهب الروايه بين بينك شيغا فقال النبي وحي الى كذبتم بين بعض شيغتين بل ابوكم ابينا فلان وهب الروايه قالوا مركزا وحي الى اليهود صدقت ربط الشيخ فلان كان مركز ونبغى مقعبي لما قرنا يا مقع ونبغى هذا كل شيء ليساس وليه شارع فقالوا وحي الى اليهود صدقت ربط الشيخ قال مركزا وحيري نبغى عليه الصلاة والسلام فهل أنتم إذن كمتهن صادقية قوة رشيغا يا عن شيء إيغر رشيغا يا إن سألت عن رشيغا حقي هذا إليك السؤال فقالوا يهود وحير على نعم يا أبا القاسم وان كان يقول شيء يعني وإن كذبنا هدان بين شيخنا عرفت كذبنا بين تاني وادقر ليس كما عرفته كذب كسر أبو قرطي في أبينا أباهنا إحنا أبو قرطي أباهنا مركا نبري بسي مدان أباهنا مركا شيخنا وآذيك نقول بيني أبينا كاما كاواي وآذيك نيري سؤال شلوات نبري ديني سيدان كم بين شيخنا waad garan doontaa hadaan ka been sheegno hadaan ka run sheegnaa waad garan doontaa bay. Faqala nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu lahum yahuudi wuxuu u yiri man ahlu naar ahlu naar yaa way ahlu naar yaa way sida yinku aad aaminsan tihi. Faqaluu waxay yidhaahdeen yahuuda nakuunu annaga fiiha fi naari man ahaanayna yasiiran mudayyar muddadii yareedoo 40 ka beri oo dibiga caabudnay muddadaasan gudaheed naarta ahaaneena thumma taqufura idinka nooga gadaal maraysan fiha naarta aad nooga gadaal maraysan hadaa muslimiinta tii saasayda faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu yiri lan tamassana naaru illa ayyaman ma'dudat wa mesha ilaahi u dhahay saasayda faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ifsa'u fugaada fiha naarta mid leedahay ku fugaada wallahi aan ku dhaartay laa naqlufu annaga
كم إذن كإذن كجدا المري مين وفيها نار تنحدى أبدا وليه ثم قال النبي وقيل ما سو أصوص على وحويان نف كان أرجع أي نبيك أي كم ارتقادين إني صوص ميان أيو ربع نبيك إنه كحبل ثم قال النبي وقيل هل أنتم إذنكم أنتهن صادقية كور مشيقايا عن شيء كر مشيقايا إن سألتكم عنه شيقا حقي هذا إذنك السؤال فقالوا يهود وحيرا لأن عمرنا يا أبا القاسم قال وقوي لرسولك عليه الصلاة والسلام هل جعلتم ميشا في هذه الشات صما صم ميشا شاطرا أنك نظم ارتقادين صم مصر ميشا لحده قالوا وحيرا لأن يهود نعم هاشاطرا ونصوصم ويكرر شيئا قال وقوي لرسولك عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ذلك محايلكم حنباري على الكاس شاطر هنا الصوص ميسان حايلكم اللي فيوئلكم حنباري والصم أنك أدنهم ارتقادان قالوا وحيرا بين يهودا أردنا وحان دوني إن كنت كاذبا هديئتها بينالي نصريح وان راحي سنين وإن كنت النبيا هديئتها لم يضر صمك كأذب القليل ما يساسا أبجدنيا عن إصلاحني هدويها محمد بيناله ونبني مدر الشيغان أي هدي بنتي تهي سنت أصول لمن دونا وأنا كرا حيثان دونا محمد هدو نبي رلو يهين سنت محبك من نبي دون تصاصا عن إصلاحني مركا تجابت عينك أسان سميني نيين مركا ناكتا مركا يهودية إهيل وأيضا شاطر الصوص ميسي معي قابل بالي إلى نبي عليه الصلاة والسلام ويسوى إسلامتين والي إلى هذا مكاسو إسكدى نبي عليه الصلاة والسلام لكن وحالي صحابي يقول لها وحكوطة كان بشر بن البراء باقوم من تيالي لقمضى أسيقى أوه لقي أصم سند صحابي أوه من تي صحابي أمركو من تي كدي بناك تأيضنا والله قصاصي بالي قصاص درادي بالوتي طيب marka ujeedada xadiidka halkaan loo keenay waxa weeyaan munaasabada uu ku sabsan yahay waxay tahay qaswatu khaybara saasa marka halkaan loo keenay an sahli waxa laga wariyay sahliga soo ibni abi hatma radiyallahu anhu qala wa ila sahl intalaqa abdullah ba tagay abdullah ga soo ibnu sahl al harith إيوة محيصة آياتك إن محيصها إبن مسعود مسعود كو إبن زيد بوي ماشي إبن زيد أويري وحا الصباب أهالي إبن كعب الليلة إلى خيبرة خيبرة إنتي كاه بيتاقين وهي خيبرة يومئذ ما لم تصل صلح ذات صلح بيئها ذي الشيس من أصاحب مسلمين تأتي سنقب سنين بيئها يهودي ما ستة صلح جنيه يهود يا مسلمين تنا وحاكده حي الصلح باكده فتفرق ما قويك على تجاه عبد الله بن سهل يوم حيص خيبر أيك على تجاه ما دام أمرك بشيء سوء جري وحشك مع عبس يهود حق ولا لا جمك فأتى محيصة محيصة أيمت إلى عبد الله بن سهل بأيمت والحال هو عبد الله يتشمض نحقران قلنا في دمه بيس قتيلا حاله يعني بلد لي لو هذا أن المركة لبن مقرابه إما أدير بي أهايينه ما قال هذه المركة قالين خيبار بي كالتاقين كذب محيصة وقويمت عبد الله بن سهل لدي ليو ليجي سمح شفاء marka cidda dishay waa yahuud ee deegaankooda lagu dilay waxaana lagu yaqaanaa inay yihiin aadaa islaam inay yihiin baa lagu yaqaanaa inkastoo markay dilayeen goob joog aan la ahayn oo inay iyaga dileen xaqiiqadu boqolkiiba boqol ay sanahay laakiin loof bali raada arinka inkastoo kala aho yaani qofkan cidda dishay بالضبط لو ما قرناه لكن قرائن بالها يا وحيا لا على موين أو تصنع يعني عدد الشيء إني تهاي عدس إني تهاي
فدفنه وسوجوغي محيصا هو عبد الله وسوجوغي ثم قدم محيصا وسوغلي المدينه مغالده مدينه اي وسوغلي فانطلق عبد الرحمن باتغي عبد الرحمن كو ابن سهل اي ومحيصه اي وحويصه سلح ذا اسراعين ابن مسعود دناء مسعود لبدي سويلا محيصه اي وحويصه الى النبي ويؤتغي صلى الله عليه وسلم ويدعون يا نبي يدعون عليه فذهب عبد الرحمن با تغي وعبد الله قال سعود الى ولالكي عبد الرحمن كو ابن سهل ها فذهب عبد الرحمن با تغي يتكلم حال هضلاي يعني وادق دقي با لغا ودا هادلكي كو دقدقي عبد الرحمن مكي نبي لو يي سدخدان نينا اسغا اوغو دا يارا مكي لا فيري فقال وحي الى رسولك عليه الصلاه والسلام كبر ويني كبر ويني ددك اديغا كا وين ويني اي هادلكا ايغا سي او هادلكا ايغا كو هورمري ايغا هادلا وحا آدابته كميدا قفكا انو احترامو ددك اسغا كدا ادوين انو احترامو وفضل كهر مريو هذا الكهر مريو راشين كعنستي سبلاودي إنه كهر مريو وحوال باء إنه أيها كهر مريو ذاتك كده أدوي آداب تكمت وهو عبد الرحمن كا أحدث القوم قوم كمت كأقول دا أدى يربو أها ساسو نبي قول لها يا كبر كبر فسكت عبد الرحمن وإستاء مسلم فتكلم محيصي وحويصي يا هدلين وحي شراء يشاري عبد الله الدين في ساق اليد قصر صنبي كهرلين يهودا نجد الشيء الالي ما دام امرك دلك قوبشوك الله اهين فقال وحي لرسولك عليه الصلاه والسلام تحلفون من نار نيسان وتستحقون من مدى نيسان قاتلكم قاتل كيلين من مدى نيسان يعني دم قاتلكم كي إذن كإذن دلي إيجي سممودا نيسا أو مقصا سنيسا معنو ساسونا أو صاحبكم صاحب كيني ممودا نيسا واتكو إمام النبوي مركا أسيقو أريد لوفو قصاص كما واجب أي قصاص كما واجب أي خلاف فوق هذا أول حيوة هدي مركا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم يعني دم قاتلكم ليلا وقصاص واي معنو marka asiga wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeyaan in yafbutu fi haqqikum alayhi wa balaw shida haqqini qatil ka dushisu ku sugnaanaya hadii aad idinku dhaarataan oo konton dhaar aad dhaarataan hebil baad dilay aad dhahdaan hebilkaas dilay dushisa ayuu haqqina ku sugnaanaya oo baa laga wadaa oo diya ah qisaas ma ah لوف كما واجبين على النصاص اي دين واجبين على النصاص وعلى قالوا مركز وحي الى دين محيص اي وحويص اي عبد الرحمن وكيف نحلف سليما ونارانينا والحال لم نشهد انك انا حالرين دلك ولم نرى انا ارك كفي دلي دلك انك قوم جور ما ينامو اهين عدد الشيء انك ما انا ارك سليما مركز اقول نيرانينا انا نارانا dadkii marka qaraa'in haysto calaamoyin oo marka ku xoojinayaan hibil inuu dilay ama qolo hiblaayo inay dishay qofkani saasa laga rabaa inay konton dhaar ay dhaartaan haday dhaarta ka baqaan qolada la tuumaysanaya dhaaraaya qaala wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam fatubriukum yahuudu yahuud baa idin beri naqanayso bikhamsiina konton bay idinkaga beri naqanaysa دعوات كسو إلي سنبي كبرين غنيسا يهودا كنتم نار بي دارانيسا ودعوذينا إي كبرين غنيسا فقالوا هدنا وحي إلى عبد الرحمن بن سهل إيو محيص إيو كويسو كيف نأخذ سريبا وقالنا إلى أيمان قوم قوم دارياس وقوم كفار قالا يهود وعدد قالا سريبا مركا نار تولو أنكو آمنين أنك أنكو قادن كرنا بي دعوتي مركه النبي عليه الصلاه والسلام حكم كده مكو شيغي نيمان كان مركا اني دارتان اي كبيقين دار قولودا كلنا مركا اي طعنيين اني غالين اي كو طعنيين اي سون كو كلسونان كرين
nabiga kaleey salaatu wa salaam markaa wuxuu macay ninka la dilay dilkiisa inuu hadur ka dhigo ayuu nabiga nahay asiga markaa go'aan kale qaatay nabiga kaleey salaatu wa salaam fa aqalahu wa hadiya dhaway Abdullah an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min 'indihi nabiga aktisu ma kadiyulay fa aqalahu ay adda diyatahu diyadiisa waxa guday النبي صلى الله عليه وسلم من عنده نبي قاعدت السعودية لك ونبي قاعدت السعودية لك السعودية لك بحية مركا حكومك مسألة لك قادنا يا وحوية قصامة قصامة لي لها قابت النوع عن وكلا وخلاف صنتها قصامة حكومك إذا دعوين ككلا معايلة دعوين ككلا نارت قفك مدعي قاعد دوشي سائي أهانيس يعني محن إلى ذاية نارت قفك مدعى عليه قد دش السيئة هاني سادع وهيك كلام قفك مدعى قد بينا على قربة هدو صن بينا اللي إيمانين مدعى عليه بردارنا إيساسي قصامة طاوة كبدل انتا يو مدعى قد بردار لقربة حدنا دارت هل دار ما إيه كنتم داروية دارت لقربة مدعى طيب مركا ماشان لوفك أما علامة جلتية وحي إهيد عدابدة كان لحيسي مسلمين تي يهودة إيوه qariyad iyo yahuud dad xidhooda ninka lagu dilay xafadii ay yahuud degnaydo dhexdii lagu dilay loofka kaabu aha marka xukunka waxa weeyaan qolada wax sheeganeysa inay konton qaar qaarta haday dhaarta ka biiqaan qolada la tuumaysanaya konton qaar qaaranaya saas waxaabo an aaysha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam suhira nabiga wa la suhiray labid ibn al-a'as ninka la dhihi jiray oo yahuudiga aha ba nabiga sakhray alayhi salatu wasalam hatta kana nabiga ilaahu ka ahaad yukhayyalu ilayhi nabiga in law malagilinaayo annahu nabiga sanaa nabiga shay'an inu samayay wal hal lam yasnaa nabiga mushayna usan samayay inu wax samayay mesela inu haski sajimaayo kale ama inu janaabadi ka qowaysayo kale waxyaala saas ba la moodsiinaya وحين الصحماء روح أسمي مع ساس عمل أيو نبي قال نقضي عليه الصلاة والسلام وأتي مركا يقصوا الدقتي معاودتين كقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس وكتب السحر كاللم بريي ساس الله يمعنا أعداء ذا مركا يهود أي نبي عليه الصلاة يعني أعداء ودى يهود نبي أقبتي عليه الصلاة والسلام أي حدنا أرنتها موجنسة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال وحو إلى عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن أطغي عوف ابن مالك الأشجعي والولية هي النبي عن أطغي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك الدولان في تبوك والدولان في أجود النبي النبي عليه الصلاة والسلام دولان مدرس والحال هو النبي كان في قبة وكسوغين هي تينو قبة من أدم مقار كسميس فقال النبي أعدد تري ستا لح والحانوت تري بين يدي الساعة ساعة قيامة هرتيدنا تري لح علامة يلا أركي دونا ساعة قيامة أنت السمدعين على موينك لح ذا ترسو على موينك لح ذا دي الله أركو قيامة السبب منها وحاكم ذا موتي أنيقا لمشدي ذا كم ذا أنيقا أو رسول الله محمد لمشدي ذا وحيكم التهي ساعة قيامة سورة الشهد على موينك لغو قرانا يكم التهي ثم فتح بيت المقدس بيت المقدس فور الشريبة كاملة أي مسلمين تفرطان ثم موتان ما كامل لما شو وباء عذر فافة وضتك ومنك لقارة أدوك عالم كمير والبك لقارة عذر نوع اسمه وإيمان ضرور يأخذ الموت ما قوانا يفيكم إحدي كقصاص الغنم ka ku aasil qanami ariga cudurkii soo kala ayuu ku qabanaa cudur waxaa jira oo ku aasil yiraahdo ariga ku dhaco oo ariga uu ku dhamaado cudurkaas camal sida ariga uu u baabiiyo moodka saas soo kala ugu baabiinaya cudur fido oo gudba ba maxan ilaahay iman doono fumas tifalatul mal malka فريب بدنا ديسا مالك يا فرحة كبضانا يوفافا يوفضانا
حتى يعطى الرجل رجل في إله لقصيه 100 دينار بقل دينار رجل في وحال الصين يا بقل دينار بقل الصين يا فيظل رجل في وحوهان يا ساخطا من عريس الوحان ويقول يفتهد لي سيدو مالك أبدايا بقل دينار بيسا يا أحقرا واكل ويقع ذايا ليرارك في خلافة عثمان أيين عبد رضي الله عنه واكل ثم فتنة في النواي في النظر لا يبقى بيت قري وسن باقي أهانين بيت من العرب كمدة إلا دخلت في النظر هو بيت كوي جلسة كذب في النواي عيش قري ما باقي أهانا يقربها عرب تكمدة إلا في النظر وي جلسة في النظر سبحانه لأول كيد قتل عثمان واي رضي الله تعالى عنه عثمان دم في سوايا ثم هدنة واي الشيس هدنة تكون أهاني سهدنة بينكم إلينك إي وبين بني الأصفر رير روم إحضار أهانيس إلينك إي رير روم يعني رير يوروب رير يوروب إي إلينك إي الشيس وين النحمر يعني فيغدرون كذب بني الأصفر ويبلم دورين آيان الشيس كي إلينك كبح آيان فيأتون وإيمانا يان بنو الأسطر كم إذنك إذن إيمانا يان تحت 80 غاية سديتا على غسل إيمانا تحت كل غاية على كل سوسين وحاء هذا إثناء 10,000 لبيت روم كل أو عيدا عيدا ترب ضم بيكس الدولة يا غير جروب سديتا على أو عيدا كالبوك له كامنا أنا والبو حاوس يسلبوه جامنا يا لبي التمكن عيدا باوس يسلبوه جامنا مركب حين غنى يسا سقال بقول أو كن يلحدا كن أيين غنى يا أو عيدا وحيا لها اسمك وحي كم الدين ساعة قيامة على مين كلبو جرنا يا كم الدين كوا كلا النبي جوش شجع عليه الصلاة والسلام مركب إن بدنا أنت أنا دعوش شجع أنت هذا بدنا وأوحى الله أركيو مركب وحويا وقت جاءت بقول اللوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحويا كيف أنتم سريبات أنكم أهاتين كيف أنتم سريبات أهان دون تام إذا لم تجتبوا هذا سوء قرين إذنك دينارا ولا درهما هذا سوء قرين بمعنى لم تأخذوا هذين سوق هذين جزية إيو خراج كا قالوا هذين كسوق هذا هذا قالوا كسوق هذا ويسان قاران كا إيو عن شرطة كسوق هذا ويسان أتكفر يستان جهاد كي إيو لقاب كي أتكفر يستان سريبا ده هندر أبو هريرة سؤال كان سوشي فقيل له أبو هريرة وحالوي وكيف سري باترى أذيك أدرأيين إسا ذلك عدم الأخذك أسكائنا إنه أهانا يا أبا هريرة أبا هريرة وعرنتها إنه يقعد أن تبقوا التحي ومسلمين تأجيهات بكفر يصندونا وقال لي لك قالي وآي الخراج كي يجزي ذا قال أبو هريرة والغيري نعم ها والرأيين يا عرنتها إنه يقعد والذي معبودك ينقل أرتيه نفس أبي هريرة بيده أي قصر أنتها ينقل أرتيه عن قول الصادق ها صادق كير مرت الشيء يا قول في سحج صادق المصدوق لور الشيء ها أقول ذلك أوكي هذا الكسوان نهاية عن قول الصادق يعني كذا هي صادق قول كيس كير مرت الشيء ورسولك عليه الصلاة والسلام صادق صادق سوء المصدوق لور شيغاي او جبريل باور شيغاي او من الله بارون لوغه شيغاي صادق اسقول في سحقيان كدحايا ما انا انيغا جيرتيغا كدحي ما قالوا مركا سا وحي يرادين عما ذلك كم هو هذا يا لي عما شي ما هي ذلك ارنكا او كو هذا يعني عن اي شيء ينشا ذلك شيء ما هي أرنكا أوكا دلانا ماذا استفهامي يدا
وتي حرف جر هذه اللي قليه ألف تيدي أي دعس عما ذلك يعني عن أي شيء ينشأ ذلك شيء ما هي أرنك أو كنرنا يا ساسيلا سببتم حيثا قال أبو هريرة وخير تنتهك ذمة الله إلهي ذمتي سال قريرنا يا وذمة رسوله إلهي رسول في سدين ذي سنة وعلى قريرنا وحن حلال إهم بالله سمينا يا جر بالله سمينا يا ظلم بالله سمينا يا مسلمين في مركز واحد بالقوة إيمانا كتابك إلهي بالله دين عمر يا سنة دين نبي الله دين عمر يا فيشد الله إلهي أوحي الحوجين يا مركة عز وجل قلوب أهل الذمة أي إلهي حوجين يا قال هذا أهل الذمة قلوب تضر إلهي حوجين يا وينبو ديرانا يا مركة ها فيمنعون وحي الرضا يا مركة ما في أيديهم قعموها بالإحدي وحاها جزئين بحياه ويديلا يا مركة وحي أدي أرقروا يا مركة إني أنك بنالدك قال لما وحيو أركان إني إسككين الدعين كران وكلا قلوب تضر إلهي حوجين يا حديث كمرك وحالك قادر يا ذاتك أهل الدين ماذا إن جزية لك قادر إن الاسكولة دردار ماي هاي الجزية مسلمين تا بيقرصوا لانتا النفعي وعاكرا حديثك لك قادر يا ظلمي قادر إن الاسكتر وحوي يا إن أيها لحق دورة أيها نعان لقوحة قدبل أن لظلمين هذه أن لحق دورنا لقوحة قدبو أن لظلمي عهد قيبي بورين آيا ويديران آيا جزية دي مركة ويمنعين آيا إن يدحيانهم بيديد آيا عن عبد الله وحال قبري وأنس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قبري عبد الله بن مسعود أنس بن مالك لكل غادر مدبلا بريئ لما أنتي بوصنا للبان عالم يوم القيامة في قيامة مالك قفو المغادر بلا بريئ عدو بلا تكون برينا مسلم إقال وحي دونان هنغ داني قيامة عالم با أتاقين والغفة ضحينا يا أصير عالم كان وقفة هل كان أتاقين يا هاي هبل بلنبورنتي هبل أكو بلنبوريي أيو أستان أو يا هاي بالا لي وفضيحه قال أحدهما أحد الراويتها قال أحدهما عبد الله إي أنس متكوت با وحويري ها ينصب اللي به ولا أوغايا ولا سورة يا وقال الآخر ومتك كلنا وحويري يرى ولا أركايا ها غادر كيوم القيامة قيامة مالنتي على أركايا يعرف ها يرى اللي به اللي به ولا أركايا يوم القيامة يعرف اللي به ولا أقنصنا يا به غادر كان لغو أقنصنا يا مركا معنوه وإسلامي الشيو وجدده وحوي عن قيامة أصيغ لغو الشبهين يا بصفة الغدر با لغو عام بحنا يا ولغو فضحنا يا يو أهل الموقف إنا يحيداريان درادي حديث كمركا وحاكو سنان بلنبورين تا إنا حرام تهيو لسي أدخيو عدة أدقاء أدبالن لك شيء هذي قالي إني أدقاء مسلمين يهين با إنا أدبالن تي إلى لسو أدبالن تي إلى مكجبينين قال هذا مركا أهل الذمة أما قوة مستأمنين تا أما قوة معاهدين تا إن لن نبدل يوسده الشيس كالولا قليل لو قلنا بالجليل كتاب بدء الخلق وبالله التوفيق.